مرحبا بحضراتكم من جديد. تم وضع خطة واضحة لإحداث التنمية في جميع المجالات، التنمية اللي بدأت دي كانت وفق أسس علمية وتخطيط دقيق بهدف تحقيق الرخاء والازدهار للشعب المصري، ده اللي طبعا إلى جانب الجهود اللي تمت لمواجهة الأزمات سواء الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى الصحية. هنناقش النهاردة في هذه المواجهة أبرز الإنجازات اللي تحققت بما أننا في نهاية العام، والأزمات أيضا اللي تم القضاء أو تغلب عليها وغيرها من الملفات، مع ضيفي الكريم في الاستوديو الكاتب الصحفي استاذ عبد الحليم انديل. استاذ انديل مرحبا. اهلا وسهلا. الحقيقه في او قبل ايام من نهايه عام 2020، كيف ترى ابرز ما تم انجازه خلال هذا العام طبعا المتعلق بالدوله المصريه؟ يعني لو سمحت لي قبل حصاد 2020، انا بس اريد ان انبه الى انه او اذكر ان هذا اليوم 23 ديسمبر، اليوم تمر 64 سنه على واحده من اعظم ملاحم الشعب المصري. نعم. 64 سنة هذه الملحمة استمرت لمدة 150 يوم، من قرار رئيس عبد الناصر بتأميم قناة السويس في 26 يوليو 1956، إلى جلاء قوات العدوان الثلاثي البريطاني والفرنسي عن منطقة في شمال شرق بورسعيد بالكاد تواجدت فيها طوال شهر كامل من نهاية أكتوبر إلى قرابة نهاية ديسمبر. طبعا هذه الايام 150 يوم لم تكن حاسمه فقط في تاريخ الشعب المصري، هي اخطر 150 يوم في تاريخ الشعب المصري وكفاحه، لكن كمان كانت حاسمه في تاريخ العالم. يعني ايه في تاريخ العالم؟ لكي لا يكون الكلام مرسلا وبلاغيا، يعني ما جرى للامبراطورتين البريطانيه والفرنسيه، واقعه هزيمه العدوان الثلاثي انهت الى الابد الأسد البريطاني، الإمبراطورية البريطانية التي كانت لا تغيب عنها الشمس في كافة بقاع المعمورة، ثم أنها أنهت إلى الأبد استيطان فرنسا للجزائر، استعادت في تقوية ساعد مصر في دعم حركة التحرير الوطني الجزائري. هذه الأيام مهمة جدا. طبعا عيد النصر كان يحتفل به، توقف بالاحتفال به منذ سنوات. أنا أرى أنه لابد أن يعود الاحتفال به، لأننا نشكو دائما من ضعف الانتماء لدى الأجيال الجديدة، بينما نحرص في ذات الوقت على تطبيب التاريخ المصري. قرار السلطات المصرية الحالية بإنهاء قصة إقامة تمثال ديليسيبس رد اعتبار واجب لانتصار الشعب المصري في 1956 ومئات الشهداء الذين صنعوا هذا الانتصار. لأنه ونقل التمثال إلى متحف الإسماعيلية كان يرد اعتبار. أعتقد أنه لابد من رد اعتبار للتاريخ المصري، ليس فقط في المدارس، وإنما وسائل الإعلام الآن أصبحت تلعب دورا أخطر من المدارس. وطبعا لا أنسى أن أتذكر أنه وأذكر الحريصين على التاريخ المصري أنه إسرائيل وقتها احتلت سيناء بكاملها ضمن خطة مشتركة مع بريطانيا، وجلت عن سيناء بكاملها دون أي مناطق لنزع سلاح ولا اعتراف ولا توقيع. فالتاريخ المصري متصل الحلقات، لابد في ظني أن نحرص على تذكره ونقل ذكرى الشهداء من جيل إلى جيل. بالنسبة للتنمية في 2020، طبعا أهم حدث في 2020 هو جائحة كورونا. يعني إذا كان مجلة التايم بتعمل عدد سنوي في 7 ديسمبر من كل عام عن شخصية العام، فشخصية العام هو فيروس كورونا بانتباه. يعني هذا هو الحدث المؤثر المزلزل الكاشف للتطورات العالم. في مصر انتهجت السلطات المصرية الحالية مسارا في مواجهة كورونا يجمع بين الإغلاق الجزئي حفاظا على الصحة العامة وتقوية جهاز الصحة العامة، اثنين السماح بأنشطة اقتصادية كثيرة. طبعا بعض الأنشطة الاقتصادية الراهنة خاصة السياحة تأثرت بعنف، يعني تقريبا حسب الإحصاءات في يعني نزلت إلى 23%، وهذا أمر قائم في كل بلدان العالم وبدرجات أكثر من ذلك. طبعا نحن الآن بصدد الموجة الثانية من فيروس من جائحة كورونا، وفي الموجة الثانية أظن أن السلطات المصرية سوف تواصل، لأن الأعداد متزايدة في الفترة الأخيرة، وفي كلام طبعا مخاوف متجددة من السلالات الجديدة في بريطانيا وغيرها وجنوب أفريقيا وهولندا والدنمارك. فأعتقد أنه سوف نشهد ثانية غالبا لجوء لنوع من الإغلاق
الجزئي أو تخفيف التواجد في الهيئات الحكومية أو كذا. بصفة عامة نجا الاقتصاد المصري من الجائحة كما لم تنجو اقتصادات أخرى، طبعا اقتصادات الدرجة الأولى من أول الاقتصاد الأمريكي، الاقتصاد الأوروبي، الاقتصاد الكبير الوحيد الذي نجا هو الاقتصاد الصيني. نعم. في الاقتصاد في بين الاقتصادات الناشئة يعد الاقتصاد المصري هو الأبرز في نجاته، حقق معدل نمو إيجابي ملحوظ، لعله رقم 2 في معدلات النمو التي تحققت في عام الجائحة بعد معدل النمو الصين. طبعا الجائحة أبرزت شيئا مهما جدا، هو أن الدول والأنظمة المختلفة سواء الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لابد أن تولي عناية أكبر بالصحة العامة وبالنظام الصحي. طبعا نحن في مصر طبعا نعرف ان في مبادرات رئيسيه من نوع المبادره الرئيسيه المشهوره في مواجهه فيروس سي، ودي اوسع حمله من نوعها تضمنت الفحص ربما اكثر من 50 مليون مصري وقتها، وفي مبادرات رئيسيه اخرى بعضها موجه لطلبه المدارس، واستؤنف الان كما بدا في العام 2019 عن امراض للكشف عن امراض بعينها او مشاكل صحيه كبيره كالانيميا او السمنه او التقزم. انيميا تقريبا حسب الاحصاءات 40% من طلبه المدارس الابتدائيه، والتقزم حول 30%. طبعا الان حسب ما اعلنته السلطات في فحص لستة ملايين ونصف المليون من طلبه المدارس الابتدائيه، طبعا في اطار تصور لفحص 14 مليونا من تلامذه المدارس الابتدائيه. أنا أتصور أنه كما تراجع كل دول العالم نظامها الصحي، إحنا نحتاج في إيه؟ نحتاج في ببساطة في أنه مشروع التأمين الصحي الشامل، وهو نظام جديد لأنه يتضمن إعادة تأهيل كل المنشآت الصحية سواء بطاقتها البشرية أو مبانيها أو تجهيزاتها. أنا أعتقد أنه قد يكون من الأوفق التعجيل في نشر وتعميم نظام التأمين الصحي الشامل، لأنه كما نعرف البرنامج الأصلي ممتد لما قد يصل إلى 10 سنوات. نحن نحتاج إلى الآن جرى إدخال محافظات جديدة من المحافظات الأقل في عدد سكانها. أنا أعتقد أنه توصية عام كورونا في مصر لابد من ترجمتها في التعجيل وتخصيص موارد أكبر للتحول إلى نظام التأمين الصحي. أستاذ أمين، فيما يتعلق بالمتغيرات التي حدثت في الداخل، هل غيرت كورونا أي أطر أو أي شكل من أشكال العلاقة بين الحكومة والمواطن؟ لأنه في بداية الجائحة كنا بنتكلم عن شفافية أكبر من قبل الحكومة في التصريحات هل ده دقيق؟ يعني هو طبعا الشفافية الأكبر مطلوبة في كل حال، وطبيعي جدا أنه الأعداد التي يعلن عنها من إصابات كورونا مرتبطة بحجم الفحوص. لا يمكن في أي بلد فضلا عن مصر أن نعتبر أن أعداد الإصابات المعلن عنها هي حصر شامل للإصابات. هذا كلام خارج العقل والمنطق. أكيد أن في فجوة تتسع أحيانا ما بين العدد الإصابات الحقيقي وعدد الإصابات المعلن، هذا مرتبط بمساحة الفحوص. وهذا تسلم به السلطات، يعني يعني سواء كان مستشار الصحي للرئيس أو حتى وزيرة الصحة أو وزير التعليم العالي، وشفنا أكثر من مرة بيانات وطريقة حساب وإلى آخره بتبرز هذا الفرق. لكن في النهاية كل نظام صحي له طاقة معينة. نعم. المشكلة في زيادة الإصابات، يعني في مؤشر فقط يمكن الاحتكام عليه هو عدد الوفيات التي يصعب إخفائها، يعني لأنه في النهاية الوفيات بتسجل في كل مكان. فالآن إحنا نعد من دول الإصابات القليلة نسبيا حتى مع الزيادة الأخيرة في إطار الموجة الثانية، لكن طبعا معلومات كثيرة تضاف الآن على مائدة كورونا من نوع اللقاحات المتوفرة والفروق بين اللقاحات في طريقة إعدادها، سواء معتمدة على الطبعة الجينية للفيروس كلقاح فايزر أو معتمدة على الطريقة الكلاسيكية كلقاح الصين. أنا أتصور أن السلطات المعنية مطالبة بأنها ليس فقط
ما تفعله، وهي توالي جهدا، وقررت وزارة الصحة إلغاء الأجازات مجددا وإعادة عدد كبير من المستشفيات وتأهيلها لكي تكون مستشفيات عزل. هذا أمر في محله تماما، لكن كمان احنا محتاجين بيان واضح من السلطات المعنية، هيئة الدواء أو غيرها، عن اللقاحات. لا يجب أن ننتظر أسئلة لكي نجيب عليه، لا يجب أن يعني دائما يعني فكرة أن تأتي متأخرا دي، يعني في النهاية اللقاح الصيني جزء كبير من تجاربه. نعم، تقصد إيه باللقاحات؟ اللقاحات اللي هتخش مصر أو هيتم استخدامها؟ في لقاح خش مصر جزئيا هو اللقاح الصيني. الصيني صحيح. وفي كلام كتير عن تعاقد على لقاحات من فايزر ومنها لقاح استرازينكا أو سوفورد أو ومنها اللقاح، يعني في لقاحات كتيرة مطروحة، اللقاح الروسي، اللقاح الصيني. أنا أعتقد أنه بد من بيان علمي موجه من الجهات المصرية المعنية عن إجازة هذه اللقاحات من عدمها ومزايا هذه اللقاحات ونسب الإفادة. طبعا في جدال هائج في العالم كله، حتى الدول التي أجازت اللقاحات، بريطانيا أول دولة تبدأ في تعميم لقاح فايزر. يجري التساؤل الآن عما إذا كانت السلالات الجديدة ستستجيب للقاح أم لن تستجيب. أنا مقدر ذلك جدا، ومن الزاوية العلمية في قدر كبير من الأسئلة، أسئلة هائلة جدا وإجابات قليلة. هذا أمر ليس بيدنا، هذا جائحة تجتاح العالم كله، لكن أتصور أن السلطات المصرية عليها أن كل لقاح يدخل مصر تدلي ببيان واضح للمعنيين للراغبين في تلقي هذا اللقاح عن مزايا هذا اللقاح ونسب التحصين المستفادة من أخذه. فيعني أنا يعني هذا أمر في هذه الجوانب، في لدينا هيئات ومؤسسات يعني لديها خبرة واسعة، هي فقط عليها أن تسجل هذه الخبرة في الوقت المناسب. أخيرا أستاذ أنديل، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على وجودك معنا أستاذ عبد الحليم أنديل ضيفي الكريم. مشاهدينا الكرام، بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.